نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ورشة عمل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والتي تسعى إلى رفع الوعي البيئي لفهم برنامج محميات الإنسان والمحيط الحيوي، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الإنسان بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة. ورش عمل متنوعة وبرامج متخصصة انطلقت لتبحث في مكنونات وكنوز بر البحرين وبحرها عن أهم المحميات الطبيعية فيها لتهيئتها تمهيدا لإدراجها على قائمة المحميات العالمية، حيث نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي أولى ورش عمله تحت عنوان برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. احنا نفتتح الورشة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتراث العربي، وساعدنا المركز في انه استقطب خبير من اليونسكو لدراسة شنو المقترحات لمناطق محمية جديدة ممكن تعتمدها مملكة البحرين. الانجاز يمكن اللي كان في 2017 هو تفضل سيدي صاحب السمو الامير سلمان بن حمد النائب الأول رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد في تبني لموضوع اعتماد الهيرات الشمالية كمناطق محمية، ومشروع إعادة صناعة اللؤلؤ في مملكة البحرين. هذه الندوة ورشة العمل الهامة جدا، والتي تأتي في من ضمن سلسلة من النشاطات المشتركة بين المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي والمجلس الأعلى للبيئة. ومن الهام جدا أن نذكر هنا أن دور القيم الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة في حماية المواقع الطبيعية وفي يعني إعداد نظرة مستقبلية استراتيجية لوضع مواقع طبيعية هامة جدا من ضمن المحميات المحلية والمحميات الدولية. رفع وعي الفئات المهنية المعنية بالبيئة وبالحفاظ على التراث الطبيعي وتشجيعها لإلاء الإنسان ومحيطه الحيوي جل اهتمامه وكافة المواضيع المتعلقة بهذا المجال من أبرز النقاط التي تناولتها الورشة، حيث تطرقت فيها إلى كافة السبل المثلى من أجل إعداد خطة تمكين المجلس الأعلى للبيئة من تحسين إدارة المحمية مع مراعاة الجوانب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. احنا فكرنا فيها لان احنا عندنا مناطق محمية وطنية بس ما عندنا مناطق محمية تبع برنامج الانسان والمحيط الحيوي، اللي هو هدفه الاساسي انه يعزز التنوع حماية التنوع الحيوي ويدعم الناحية الاقتصادية والثقافية ويدعم ايضا السكان المحليين ويجعل تفاعل بين السكان المحليين والمناطق المحمية. في هذه الورشة احنا بنركز على ان احنا نرفع الوعي لدى الشركاء المعنيين في برنامج الانسان والمحيط الحيوي، نعرف لهم شنو برنامج الانسان والمحيط الحيوي، شنو اهدافه، شنو المعايير المتبعة عشان نعلم منطقة محمية فيه. طبعا احنا جمعنا ستيك هولدرز من جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، الثروة السمكية، الثروة الزراعية، والتخطيط العمراني، كل هذول معنيين في تخطيط المناطق المحمية. المحاضرون في الورشة شددوا على أهمية حماية وصون التنوع الحيوي، ما سيساهم في تعزيز دعم أفراد المجتمع لفكرة إنشاء المحميات الطبيعية التي تتضمن مرافق عامة يستفيدون من خدماتها على نحو مستدام مثل ممشى دوحة عراد. هذه الورشة هي خطوة أولى نحو ترشيح محميات طبيعية وطنية تتوافق مع معايير برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لتأخذ مكانتها على قائمة المحميات العالمية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.